باسكت الكابتن علاء سهران. يمكن كانت علاء بيقول لك الف مبروك فوز النادي الاهلي النهارده، ابنك مشارك كمان في الحدث، بيبو لعيب كبير هذا الشبل زي ما بيقولوا يعني. الاول تحياتي كابتن خالد ليك وضيوفه، مليون مبروك ومليون مبروك لابنك النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول سلام الكابتن خالد العوضي وضيوفه اللي مشرفينا هناك. الف مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمصر كلها. انا فرحان بانتهاء بطوله دوري المرتبط، بطوله قويه جدا مشارك فيها اربع فرق: سبورتنج، الجزيره، الاهلي، الاتحاد. على مدار يومين شاهدنا الماتشات وقوه المباريات عامله ازاي، سواء في المرتبط اللي هم الولاد الصغيرين والدرجه الاولى. ناس كتير قوي كانت معترضه على دوري المرتبط. انا شايف ان دوري المرتبط بيطلع لنا لعيبه صغيرين، نشئ صغير نقدر نعتمد عليهم في الانديه الكبيره، الانديه الجماهيريه. يعني لما بنشوف دلوقتي فرقه النادي الاولى، ناس عندها مش متاثرين بالجمهور، اللي انا شايف فيه جمهور في الصاله، مش متاثرين بالجمهور ولا بالطبل ولا بالظم، لا بالعكس بيادوا وبيلعبوا. وده الهدف مننا، اللي احنا عايزين نعمل نشئ كويس عشان عندنا باذن الله. مليون مبروك لبيبو، شكله لعيب كبير. هو ده بقى، ده كان حدث يعني، انا ربنا يكرمه وربنا يبارك فيه. وانا عندي عمرو اصلا في 18 سنه ومتصعد في الدرجه الاولى مع كابتن طارق خيري، وعندي بيبو 16 سنه مرتبط اول سنه ليه السنه دي. هو ظروف بيبو السنه دي بس يعني انا يعني بشفق عليه، نزل في وقت قاتل، خمس دقائق ماتش درو. هو راجع من اصابه بقاله شهرين، فان الكابتن احمد الجرح ياخد الريسك دهوت ويخاطر بيه، انا بحييه على قوته دهيت، وبشكر بيبو على المجهود اللي هو عمله كستيل. هو عمل ستيل وحول بيه المباراه، حط كاونت وان مور، ودي كانت كره التحويل المباراه. فمبروك للنادي الاهلي، هارد لك نادي الاتحاد، هارد لك نادي الجزيره ونادي سبورتنج. لسه عندنا ماتشات السوبر، وهو ده قائد الدوري القوي جدا. هنشاهد الفتره الجايه مباريات في قمه الاثاره، وربنا يوفق الجميع باذن الله. مبروك يا كابتن. شكرا. خالد، مستمرين معاك في لقاءات خاصه لكل لاعبي النادي الاهلي بعد قليل، عوده ليك يا كابتن خالد، اتفضل. شكرا للزميل شريف شعبان على اللقاءات.